تقارير ميدانية مفصلة تكشف وضعية المحاصيل والخسائر التي تكبدها الفلاحون بمختلف الشعب عبر ربوع الوطن خلال موسم استثنائي سجل موجات جفاف وفيضانات إلى جانب انتشار الأمراض الفطرية والرياح التي ضربت المناطق الجنوبية لتختمها موجة الحر. الاتحاد الوطني للفلاحين يطلق صافرة الإنذار ويطالب بالإعلان الرسمي لحالة الجفاف والإسراع في تعويض الفلاحين، إلا أن السؤال المطروح لماذا تأخر القائمون عن هذا القطاع من أجل اتخاذ تدابير استباقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالحديث عن الشعب التي تضررت هذا الموسم نجد شعبة الحبوب والبطاطا، البصل والثوم، الأشجار المثمرة والكروم والزراعات المسقية بالجنوب الكبير. لهذا الاتحاد الفلاحين كيدار في هذا الإعلان وهذا البيان هذا، لأن خلاص راه جاتو تقارير واجتمعوا الأمناء الولائيين 48 ولاية، ومثلا ناخذ ولاية البويرة اللي موافا دير بين 800 900 حتى المليون قنطار، وهذا اللي تسلم التعاونات الفلاحية لولاية البويرة، راهي في 40,000 صافي، راهي 96% كذا. ولاية البرج راهي قريب 100% ما كانش إنتاج، والولايات الشرقية مثلا ولاية عنابة والطارف اللي كان الإنتاج مقبول وكان مليح، لكن صارت لهم الأمطار الأخيرة صارت لهم كارثة، صارت لهم جيرميناسيون سو لي بي وراهم مشاكل كبار. دير كونفيونس للدولة هذه باش توقف معها الفلاحين، لأن هذه باش ينسلكوا الشعب. بالرغم من النداءات المتكررة للمهنيين إلا أن التأخر في إصدار قرارات مستعجلة عطل علينا تخفيف حدة الأضرار. جنود الغذاء اليوم يستنجدون بالحكومة بعد أن ضاقت جميع السبل، وبالعودة إلى الوراء الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات استباقية من أجل تأمين غذاء الجزريين من خلال استيراد القمح. المطلوب في الوقت الحالي إنقاذ الموسم المقبل، ولتحقيق ذلك لا مجال لنا اليوم سوى دعم جنود الغذاء.